شادي ما في تفوتي. حنا جايتك انا بشغله بتنفعنا نحن. ايه ماري بنفعك ام محمود. شو بيك؟ لا تقطعي رزقتك بايدك هنا. اسمعي مني ها. ايه وشو هي الشغله؟ تعي لهون. لك شو بقول لك حبيبتي؟ لا هون تقبلي لك بسمعوا للجيران دبي. وين وين قعدتي وربطتي؟ احكي الشغله اللي جايه من شانه على شقتك يا لقمان. لا تخافي مالي جاي اتغدى عندك، عندي اكل بكفي جمعه. احكي. انا بعرف انك زعلانه مني ومشان هيك جايبت لك عواضل 100,000. 200,000. 200,000 ليره؟ اي لا ما بدي شيء منك ام محمود. شوفي هنا الواحد لازم يعترف بفضل الاخرين اذا ساعدوه، وانا بعترف انه لولاكي ولولا السحر اللي عطيتيني اياه ما كنت ربحت الجائزه الكبرى، مشان هيك انا جاي هلا لعندك شال تعملي لي سحر جديد للنمره الجديده، وال 200,000 بتاخذي يوم من هالعين هي قبلي. يعني انت ما رح تعطيني ال 200,000 ليره لتربحي الجائزه الثانيه؟ هنا السحب مو مطول، اليوم شو الاحد بعد بكره الثلاثاء بيصير السحب. وبلكي ما ربحتي؟ لك شلون ما ربحتي؟ لك شو بدي ساوي؟ مثل ما ربحت المره الماضيه بربح المره الجايه. بس بقى بس انت اعملي لي السحر وطولي بالك عليه ودقي منيح وما عليكي. ايه تكرم عينك ام محمود بس على شرط. ايه بس شو؟ شو هو الشرط؟ انه يا ستي لازم هلا تدفعي لي 100,000 وبس تربحي تدفعي 100,000 الثانية. على عيني وراسي انا، انا اولتها واخرتها بدي ادفعهم، لا مجال في ذلك، لكن انت بتعرفي المصاري مو موجودين معي، بعتهم لابني على خور فكان. يلي قبل الفجيرة قبل دبا بعدها كلبة. مدري كلبة قبلها بعدين دبا. دبا يعني مو دبا ادب اه دبا. ايه هاي مشكلتك، خبري لابنك يبعث لك شوية مصاري من خور فكان. لك لبين ما خبره ولبين ما يبعث لي المصاري بصير وقت السحب، هون المشكلة. وأنا ما بقدر، لأنه الجن الأصفر ما رح يعطيني السحر غير لتعطيني 100,000 ليرة. وشلون هديك المرة أعطاك إياهم بدون ما يقبض ولا فرنك؟ تعي معي يا ستي، هديك المرة اللي توسط لك هو الجن الأحمر أخوه للجن الأصفر. وخليها المرة يتوسط لي الجن الأحمر، شو بصير يعني؟ ما بيمشي الحال. ليش؟ الجن الأحمر يا ستي عطاك يا عمرو. ما؟ اي ما. يا حوينتك يا الجن الأحمر، يا حوينتك. على العويت يا عم محمود. مسكين. ما؟ ما؟ عن عمرين يوناي. 3200 ربيع بس يا عم محمود. يا حرام لسه بأول شبابه. كان طيب كتير يا عم محمود. لا 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 لا. بس بقى خلصت بقى حاجة تفضلي، الموت ما في سماكة. بس بقى يا جماعة حاجة تضحكوا، حاجة تضحكوا، الموت ما بده ضحك. مين مات؟ لا جميل ما في حدا مات. حبيبي انت فوت غير ثيابك عشان تحضر حالك للغدا، فوت. تجن الأحمر قدام جميل. ليه؟ لأنه ما بيحبه، إذا عرف إنه مات بيشمت فيي. ما معه حق، كل شيء الواحد ممكن يشمت فيه إلا الموت. أمي محمود روحي على شقتك وأنا بعد الظهر بيجي لعندك مشان نكمل حديثنا. بدك والغدا؟ الغدا خلص، أنت عندك غدا لمدة أسبوع. خلص بيجي لعندي بعد أسبوع. ايه. يلا محمود. ليش تأخرتي؟ صار لي ساعة عم بنتظرين. كيف بالسوق؟ تحتي أنا فوتي. ليش واقفة عند أخوك؟ أول مرة أهلي إياكي. أهلي شوفك أول مرة فوتي. أهلين هنا. أهلين. أدي حبيبتي. بالي نسيتيني. لا شو مزاكي أم محمود؟ معقول أنسى جارتي حبيبتي؟ جبتي لي السحر معي؟ لا أم محمود، شو نسيتي الدفعة الأولى للجن الأصفر؟ إيوة. نسيت أنا، نسيت. يلي بدها اياه بتتذكره، واللي ما بدها اياه قوامه بتنسى. بعت لك حمى. انا عندي فكره. شو هي؟ شو رايك اكتب له وصل امانه للجن الاصفر ب 200,000 وبس اربح ويصير معي بدفع له اياه. ما بيصير ام محمود، ما بيصير. ليش؟ لانه ما بيصير. الجن الاصفر ما بيتعامل بالسندات، بعدين ما عندهم بنوك يصرفوها.
هنا هنا دبري الله يخليك دبري. شلون بدي دبر محمود؟ شو بدي افتح لهم بنك؟ لا انت هنا ذكيه وفهمانه، الا ما تلاقي لي طريقه تخلصني من ال 200000 ليره. يعني انت مو ناوي تدفعي له للجنن اصلا مصاري؟ ليش بقى؟ لك لا انا مو القصه اني انا ما بدي ادفع للجنن اصفار، مو هيك القصه، بس بدي شيء على المضمون. يعني بركي لا سمح الله لا سمح الله كان حظي نايم وقت السحب وما تفوز وما ربحت. لا تخليه ينام، شرب بيرك وتقهوة بضل مصحصح، ولا قل لي خليه ينام 3-4 ساعات قبل السحب بفيق مصحصح. يعني هلا ما لحلي لازم ادفع ال 200000؟ هلا بتدفعي له 100 وبعد ما بتربحي بتدفعي له ال 100 الثانية، وإذا ما ربحتي لا تدفعي له ال 100. إيه قولي يا علي شو بدك فيه، خليه بلط البحر، أصلا بلدية الجان عم تبلط البحر. ما دريتي أمري لله، الشغلة بدها تضحية، رح اجيب لك المصاري هنا. يا لطيف يا لطيف، المصاري اخذت لعقلها ورح تخليها تهستر وتجن، والظاهر انا والجن الاصفر رح نكمل عليها. هدول هن 100000 ليرة، عرفي عنك محمود؟ هنا بدي وصيكي خليه يعمل لي سحر مضمونه مثل السحر الاولاني. هاتي محمود. هنا انت ما بتقدري تتدخلي عليه، كتر لي الطحينات شوي، لان هديك المره عجنتهم وخبزتهم شرفتوا بين ايدي يعني فرطوا. اي ولا يهمك، رح خليه يكتر لك الطحينات مشان ما يفرطوا. هنا بتقدري انت تترجي خليني اكل السحر كلياته الشقف كله، يعني لان انا بحالي ما بتسمح لي روح اطلع ودور من بيت شقاع لبيت رقاع لبيت كفر الله افراحكم، مكسوره ومجلوطه انا. هديك سهام السرنوه تصوري ما عادت نزلت لعندي هي وامها الدبه، زعلوا مني. كثير زعلانين، شو صاير بيناتكم؟ بده يتدينوا، كله صار بده يتدين مني. زعلوا زعلوا؟ ايه لا مالن حق ام محمود، بعدين المصاري مصرياتك وانت حره فيهم، بتعطي اللي بدك اياه وما بتعطي اللي ما بدك اياه، بعدين كلهم مو محرزين، كلهم 3 ملايين ليره. يسلم تمك، ما افهمك، طول عمري بقول عنك ذكيه وفهيمه مو بهيمه. هلا انا ام محمود لما اجيت لعندك وطلبت 100000 ليره وقلتي لي انه ما معك، زعلت شي؟ لا ما زعلت، ليش لازعل؟ المصاري بعتيهم لابنك بخور فكان، بس بتعرفي لو كان معك وما عطيتيني وخجلتيني كنت زعلت شوي شوي. ام محمود يلا خيرا بغيرا، الجائزه الثانيه بتعطيني، ما هيك ام محمود؟ مو تكرم عينك هنا، الله يكرمك يا رب. هاتي يلا ام محمود اعطيني المصاري، فحمتي لي قلبي. يلا فهمت قلبك، خدي هاتي. تسلموا هاليدين ام محمود. طبعا اذنك شبك ام محمود، انت رح تجيبي لي السحر بكره؟ بكره بكره. ايه بكره، ليش انت السحب؟ بعد بكره خلص، معناتها في وقت. ما بيمشي الحال اليوم؟ لا اليوم ما بيمشي الحال. لك ليش؟ ايه لانه الجن الاصفر هلا بيكون نام، لكن الجن بيناموا بكير مشان يفيقوا بكير، شوفي الصحه كيف بتصير، عندهم دوام. لكن دوام؟ انا هاتي المصاري، انا هاتي. ليش ام محمود رجعتي بكلامك وما عاد بدك تساوي السحب؟ لا حبيبتي بكره بعطيك اياهم، هاتي يوم. ام محمود ايش قد صارت الساعه؟ ما معي ساعه، قد الساعه انت معي؟ 7:30. ليه؟ عظيم، بيكون الجن الاصفر لسه ما نام، معه نص ساعه لانه هو بينام الساعه 8 بالضبط، بلحقه قبل ما يغفى. يلا بسرعه هنا هنا. ايه ادعي لي ام محمود، ساعه الزمن بكون عندك. وليه قلبي 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 راح المصاري، يلا معلش ان شاء الله يطلع نتيجه. راح المصاري دبيك. العفا هلكتني من شفت لي ريقي لبين ما اخذته، بس اخذته. ساعه الزمن بيكون طحينات عندك ام محمود. اجت امك الطيارة ركبوا نفس لفة الكهربية، كان احدى معجزات القدماء، نصفه طير ونصفه بشر، يا له احدى اعازيم القضاء، تراءى كوكب ذو زنبين. ليش هيك عملتي؟ خلينا نكمل الفيلم. مين حطه؟ هذا سليم مو انا. ايه هو انا امبارح لقيت الشريط على الفيديو، انت حضرت نصه واليوم عم كفي، حلو كثير تعي احضري معنا. احضروا معكم؟ فوتوا كملوا دروسكم يا شوكي العوام. خلصنا دروسنا وهلا عم نتسلى. وينو ابوكم لسه ما اجا؟ اجا وراح. وينو؟ ما بعرف. انا بعرف. وينو؟ لك ولا بلا؟ شو رايك انت؟ انا رايي بلا. ايه بلا بالناقي، ان شاء الله عمرك ما قلت. عجبك؟
وصلني حقي. إلا كان كل هالركض والتعب معها بالمستشفى على الفاضي. إيه هلا بقدر غير اوضه النوم وغير الديكور واشتري كرسي هزاز. بس يا ترى بكفو؟ يمكن ما يكفو. الحق علي، يعني لو قايلت لها 150,000 شو كان صار؟ ايه كانت دفعي. يلا الطمع ضر ما نفع، من هي اللي طلعت منها 100,000؟ لأقوم اخذ لها شوية تضحي وبقطعين. قال شو؟ بدها تاخد مني 100,000 ليرة لما اربح بالسحب الجاي؟ ابقي قابليني هنا. منيح لي ما سألتني شلون جبت المصاري بعد ما بعتها لابني بخور فكان. طاروا التمسيح ابساط الرين والمعزة صامي تركب مراجي مراجي نيال على الركبة، شعر عم يهفهف وإيديها مدندلي. حلوة حلوة بعد يلي انه لا تناقشوني حبيباتي، لا تناقشوني. حلوة طاروا التمسيح. لك تضرب انت وياه مين جعله؟ شو انت وياه؟ انت طفيتي التلفزيون بس ما طفيتي الفيديو، اما شو فيلم حلو يا امي اصحي تروحي عليكي. تضرب منك اله، ليك انت وياه انا رايحة لعند تانت ام محمود ما بطول دقيقتين وبس، بدي ارجع لكم متعشين وضابين شنطيكم وجاهزين للنوم. شو قلت؟ متعشين وضابين شنطيكم وجاهزين للنوم. يلا ارجل انت وياه. لك ايه هاد الحساب اللي حاسبته انا، هذا هو بعينه. بعت لك الثاني. لك ايه طولوا بالكم، بعد ما حرقوا لي الجرس راحوا راسي بالدق والنقر. لك ايه ايه جيت. اوه لك جيت. لك طيب ما في خلاص. اهلين هنا، هذا انت اجيبك ام محمود. اكثر ما دقيت على الباب خفت الجيران يسمعوني ويشوفوني. يا الجرس هذا شافك؟ لا ما عاد شافني. ايه جبت لك اياهم بحبح كمان. برافو عليك يا حبيبتي. ايه شوفي محمود، هذا السحر كثير بسيط، لا راح تدوري حواليه ولا راح يدوخ لك راسك. ايه انا ارجوكي، لانه هذيك المره فتلت الاوضه فيني، دخلت شو دوخه هيك صرت اعمل وزز. حتى اساليهم. لك هذيك المره ما اساليها. ايه ام محمود اساليهم. ايه ام محمود، اهم شيء بهذا السحر انك تحطي بجاط بلاستيك. انا ما عندي. ايه بسيطه بعيره. كملي هنا. راح كمل لك بعد ما بتحطيه بجاط بلاستيك. فوقه 7 معالق ملح ابيض. نعم. و7 معالق فلفل اسود، و7 معالق فلفله حمراء، و7 معالق نعناع اخضر، و7 معالق كمون اصفر. فهمتي محمود؟ بيطلع معك تكنيكلر. حفظتيهم؟ حفظتهم. سهلين كثير. 7 معالق ملح ابيض، و7 معالق فلفل اسود، و7 معالق فلفله حمراء، و7 معالق نعناع اخضر. لسه في وحده. شو يا ربي شو هي؟ اوه ايه تذكرتها. روحي لبيت خالتك، روحي لبيت خالتك. 7 معالق كمون اصفر. ايه برافو عليكي ام محمود، ما كنت بعرفك ذكيه هالقد وبتلقطيها على الطاير. ايه على كل اللي كمل لك انا السحر. شوفي حبيبتي، بعد ما بتحطيهم كلياتهم بتصبي فوقهم 7 كاسات مي وبتخبزيهم وبتعجنيهم مثل هذيك المرة. ولمعلوماتك أنا اتصلت بالجن الأصفر وتعذبت كتير لحكيت معه، فتحت له تليفون خارجي ما رد، بعثت له فاكس كان قافله، اتصلت فيه على البليف قام رد علي على الموبايل وقلت له الحكي اللي قلتي لي إياه. قال لي دونت وري مس هنا، ولا يهمك عفاكي من توزيع العجينة على الجيران، وسمح لك إنك تاكليها لحالك. بس شو هو؟ إنك تاكليها كلياتها وما تكبي ولا وتك. باكلهم باكل أبوهم. إيه وبعدين؟ بس محمود هي كل القصة. خبزهم اليوم ولا بكرة؟ لا ما بمشي الحال اليوم بكرة. شكرا أنا إن شاء الله بكفيكي بالأفراح. إلهي الله يخلينا ياكي محمود. يلا بدك شيء مني؟ لا شكرا حبيبتي. يلا تصبح على خير أم محمود. مع السلامة حبيبتي. يا سليم لك افتحوا ما معي مفتاح. يا سليم طارق.
سامح رزق.